اسمها باور فيو. هنروح دلوقتي علشان ندوس تردد، هنختار بس كده القمر، وده القمر اللي انا اقصده، قسطرة 4.9 درجة شرق. هنعمل كده اضافة للتردد، والتردد اللي انا اضيفه دلوقتي ده واحد من ضمن ترددات كتيرة شغالة بباور فيو. المهم التردد اللي انا هشرحه لك دلوقتي هو 12.322، معدل ترميز 27500، والقطبية عمودي او في. هدوس كده اوكي، تردد جاب معايا اشارة، هبحث على طول كده على التردد. قدام حضراتكم يا شباب التردد ده عليه 14 قناة. هضغط على نعم عشان احفظ. هنضغط على زرار منيو اللي عندي في الجهاز بتاعي اسمها باتش. هعمل اضافة من الزرار الاحمر ده طبعا بالنسبة للجهاز بتاعي. هنلاحظ ان فتح معانا صفحة، الصفحة دي مكونة من 3 خانات، اول خانة اللي اسمها برو اي دي هيكس، تاني خانة اسمها اندكس، تالت خانة هي المفاتيح بتاعة القناة. هنيجي عند اول خانة اللي اسمها برو اي دي هيكس، وهنمسح طبعا كل ده، ولازم نكتب الرقم ده، ده طبعا بالنسبة للتردد اللي انا شغال عليه دلوقتي، طبعا كل تردد ليه رقم معين. هنكتب 00 اي اف سي 0 وهنحفظ. تاني خانة اللي هي خانة الاندكس في الغالب بتكون صفرين، يعني انا هاجي كده همسح رقم واحد ده واخليه صفرين واحفظ برضو. هنيجي بعد كده للخانة التالتة اللي هي خانة الكود بتاع القنوات دي، وهي مكونة من 32 خانة مكونة من ارقام وحروف. هنيجي بقى علشان نكتبها هنمسح طبعا كل ده، اف 7 سي اي 4 اي 2 8 3 1 9 اف دي 2 4 3 8 9 7 6 8 4 3 9 9 1 2 7. بعد كده زي ما قلت اخر رقمين دول مش موجودين في الموقع اخليهم صفرين. بعد كده هنحفظ وهندوس على اوكي. كده احنا ضفنا الكود معانا. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نستنى شويه، او ممكن نرستر الجهاز ونرجع نشغله تاني والقنوات هتشتغل معانا.